تحيا مصر بكل رجالها شرطتها وجيشها وشعبها. تحيا مصر بنضالها وبنضال وكفاح أهلها. بلد زي دي كان ممكن يحصل فيها حاجات تانية كتير لو ربنا سبحانه وتعالى مش حارسها وحميها. هو ده اللي دايما بنأمله، إن ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على الأرض دي وإن شاء الله يبارك في أولادها ليوم الدين. خلينا طبعا نستقبل أكيد اتصال ومداخلة من شاعرنا الجميل أحمد زايد. أستاذ أحمد أهلا بيك وصباح الخير. اهلا بحضرتك وصباح الخير عليكي وصباح الخير استاذ عاصم وصباح الخير على مشاهدي برنامج اللون الاخضر. صباح الخير اجمل لون في الدنيا. صباح الخير يا فندم. محضر لنا ايه يا استاذ احمد النهارده؟ انا عايز اقول لو قلت عنك كلام الدنيا ما يكفيش، لو حتى كان الكلام في الدنيا زيه ما فيش، ما انت الشهيد اللي كان في الشرطة أو في الجيش. الله. ودفعت روحك ثمن علشان بلدنا تعيش، واللي عدو البلد استهدفه برصاصات وقالوا مات إنما جوه القلوب بيعيش، وانت اللي لما البلد ندهت أوام لبيت ما تركتهاش للخطر وهربت وتخبيت، ولا سبتها للعدو ولا عنها تخليت، ووقفت زي الأسد في مواجهة الخفافيش، وانت اللي حامل حمى وانت اللي حامل عرض وانت اللي حامل تراب وانت اللي حامل أرض، وانت الشديد القوي ولا فيه مثالك حد، وفي حب هذا الوطن درويش من الدراويش. وعشان يعيش البلد ما قبلتش التهديد، ودفعت روحك ثمن ولا رحت عنا بعيد، واحنا النهارده بنحتفل وياك بيوم الشهيد يلي ما غبتش عننا وفي القلوب بتعيش. شكرا لكل شهيد والام كل شهيد ولشعب مصر الوفي ولحضراتكم جميعا. الله بنحييك يا استاذ احمد وبنشكرك جدا على الكلام الجميل ده اللي بيؤكد فعلا يعني مدى حبنا اولا للقوات المسلحه ومدى حب القوات المسلحه وقيامها بالتضحيه بكل ما هو غالي ونفيس في سبيل رفعه واستقلال هذا الوطن. تعالوا مع بعض مشاهدينا بعد ما خدنا كده كلمات جميله من الشاعر احمد زايد ناخد جوله اخباريه في اهم الاخبار صدرت صحف هذا اليوم. واول خبر معنا بعنوان القوات المسلحه تعمل لفرض سياده الدوله وتامين حدودها. اكد الفريق اول صدق الصبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي ان تامين حدود مصر وحمايه امنها القومي مهمه مقدسه لا تهاون فيها، وان القوات المسلحه تعمل باقصى درجات اليقظه والاستعداد القتالي لفرض سياده الدوله وتامين حدودها البريه والساحليه والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بامن مصر وقواتها المسلحه. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من قاده وضباط الصف وضباط والجنود ايضا وحرس الحدود. واشاد القائد العام بالدور البطولي لرجال حرس الحدود الذين يوصلون الليل بالنهار ويؤدون مهام عملهم على اكمل وجه وعلى كل الاتجاهات، وايضا يثبتون كل يوم انهم على قدر المسؤوليه التي يحملون امانتها بالرغم كل المصاعب والتحديات التي يواجهونها، مقدما التحيه لشهداء القوات المسلحه من رجال حرس الحدود الذين قدموا ارواحهم فداء لوطنهم خلال المواجهات المستمره مع قوى التطرف والارهاب، مؤكدا ان قوات حرس الحدود احد روع القوات المسلحه الحاميه لامن مصر القومي. بالتاكيد يعني كل التحيه والاجلال والتقدير لكل ابنائنا المخلصين من ابناء هذا الوطن على حرس الحدود وكل طبعا قواتنا في الجيش والشرطه، كل التحيه والتقدير ليهم. مشاهدينا تاني خبر بعنوان الخدمات البيطرية توفد 3 لجان للبرازيل لاستيراد 20,000 رأس ماشية. خلينا نشوف تفاصيل أكتر عن الخبر. قال اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أنه تم إفاد 3 لجان بيطرية إلى البرازيل لاستيراد 20,000 رأس من العجول الحية. وأكد محروس أن هدف اللجان البيطرية متابعة وفحص العجول الحية وأعطاء جميع التحصينات اللازمة طبقا للاشتراطات الحجرية البيطرية المصرية والمنظمات الدولية ببلد المنشأ لضمان خلوها من أي أمراض قبل دخول الشحنة البلاد.
دي كانت إطلالة سريعة وجولة إخبارية مشاهدينا. النهاردة عندنا إن شاء الله مجموعة من الفقرات الحوارية الهامة. فقرة أولى نتكلم فيها عن التداوي بالأعشاب، هيكون ضيفنا فيها الحاج عبد العزيز المنسي، باحث في الأعشاب ومن علماء أيضا الأزهر الشريف. أما الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن التوافق المجتمعي الرسمي، الطريق إلى التنمية، ويكون ضيفنا فيها دكتور إبراهيم العزاوي، خبير دولي في إدارة مراحل الانتقال والإصلاح المؤسسي. أما الفقرة الثالثة والأخيرة إن شاء الله هيكون ختامنا فيها عن المؤتمر الدولي التاسع لزراعة الأنسجة النباتية، وهنفتح محاور عديدة مع ضيفنا الدكتور عادل أحمد أبو سعود، رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين. مشاهدينا دي كانت فقراتنا الحوارية اللي إن شاء الله هنتابعها مع حضراتكم خلال يعني تواجدنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة. هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية طبعا بأجمل لون في الدنيا، اللون الأخضر. انتظرونا.